يعني حضرنا اليوم لهذه القافلة الثانية لمغنى شركة الصناعية الطاقات مع بشراكة مع وزارة الطاقة وانتقال الطاقي وكذلك مسجية داخل وادي الذهب وبعض الفاعلين الآخرين. أولاً هذه النسخة الثانية هما يميزها هو أنها أولاً تنظيمها في جهة داخل وادي الذهب اللي عنده رمزية خاصة باعتبار أن جهة داخل وادي الذهب لها عندها يعني كثير من المقدرات في هذا الجانب خصوصاً الطاقات الريحية والشمسية. وأنتم تعلمون بأن هناك مشاريع كبيرة جداً قادمة عليها الجهة منها المشاريع المتعلقة ب يعني تحلية مياه البحر واللي الطاقة جايتها عن طريق الطاقة الريحية وكذلك هناك إنتاج الهيدروجين الأخضر واللي كذلك هو يعني يعرف اهتمام كبير للمستثمرين. فإذا تنظيم هذا الملتقى يجي في هذا السياق أهمية الجهة كوجهة للاستثمار في هذا الجانب وكذلك حضور متميز لفاعلين اقتصاديين في هذا الجانب وكذلك لفورنيسور يعني شركات اللي عندها هذه المنتوجات باش تبيعها وكذلك ممولين اللي هما بنك اللي خاصة باش تمول هذا النوع من المشاريع. نحن مجلس جهة داخل وادي الذهب واعون جدا بأن الطاقة المتجددة هي المستقبل وبأنه جلالة الملك ورؤيته السديدة فيما يتعلق بتوفير يعني 54% من استهلاك المغرب خلال الطاقات المتجددة هو يعني نقطة مهمة واللي يجب بأن يعني نتجند جميعا من أجل تحقيق هذا الهدف. بالتالي يعني نجدد بأنه كل هذه المشاريع اللي تهدف إلى خلق طاقات نظيفة نحن سندعمها إن شاء الله بكل ما عندنا من إمكانات. وشكرا.